هذه كاين واحد النهار رحت للجزائر، اي طولت. المهم كي طولت ضربت نهارها وقال 41 يوم والله هكذا طولت. عندي العجوز ما تستنيش نطول على الدار تعرف. المهم في البريود هذيك اللي ريحت فيها في الجزائر خلاص قريب شديت خدمه كاع، شديت طاكسي فون وكذا. انا راني قلت لهم روح ريح انا راهي شديت خدمه خلاص طاكسي فون ومريح 100 يا اخو حبي يقول كذا كونفرتيت كاع رحت. المهم عندي خالي الكبير، خالي الكبير دخل للسبيطار وراك عارف حق ربي عزيز عليه ياسر. انا ديما يتقسي عليا كذا واش راك تلمو ما عندوش طفل. المهم دخل للسبيطار كلمتني العجوز خطره والله زوج. انا قلت بالك ماهيش حاجه قراب، ماهيش اللي تشقى وتروح تطلع عليه وكذا راك تعرف الشبيبه. المهم واحد النهار تكلم فيا دمعه وخنونه خالك وما عرف يا ما قلت لها راني نحكو بالدراهم اعطيني الحديث وبكيب كي روحك من بعد. المهم كذا من قالت لي يا ودي خالك ورا في السبيطار وصحيت وكذا وزعما انت ودايرك بنو ويسقسي عليك وكذا ومنا من هي كلمتني زمان ال 12 وكان اللي يجيك جلدها قربه وشنهي راها 18 100 في تليفون وشنهي. قالت لي دابا راسك، قلت لها درك ونجي. المهم وكيما كان الحال خرجت التليفون لك سكرتو لا كاروتيار الكار منا لحق الدار شيوخ للدار. لحقت زمان الخمسة، الخمسة ونص زمان صيف باين الحال الساعة العصر كذا. لحقت عطاتها لي العزوج تسلم تعقور هاك بليد لا توش حيلة ولا تعطي تانيك عطاتها لي هاك. المهم نخزر في العزوج كذا حطت لي فنجان قهوة عطاته لي سونفوار رونالدينو هاك. يا اما ها وش الحالة وتقول راك ايه؟ قالت لي شوف اراه الحديث مش طالبني ونشوف ياك اللي بدات تنقنق وكذا خلي يجيك جلدها قرب انا صفاه لك درك. قالت لي خاصك، قلت لها مالا نقول لك حاجه شدي الفنجان تاع القهوه نصفاه ونجيك. جيت خارج. المهم نخرج من دارنا تطلع شويه فوق تهبط تلقى لاري. المهم في الطلعه نلقى واحد صاحبي يقول له شهداء مسكين كيباع عادية في القهوة ما كانش اهلا وش راك لاباس بخير كذا منا. قلت له يا ودي نصفاو هنا ونجوا. قال لي ما تقول ليش القهوة. لا لا قلت له وش اللي حقنا القهوة دي راه خطرة هذه القهوة. قال لي ها قهوة اللي فوق. لا لا قلت له قهنا الله يبارك. قال لي ايه الله يرحمه روحه. المهم جينا رايحين واش الاحوال كذا لاباس بخير كذا. المهم القهاوي جايين عند لاري وقفت انا عند لاري قعدت شغل راك باين اللي يستنى في طاكسي السفره ما كانش هذاك الوقت ما كانش طاكسيات راح الحال عليهم كاش كلونديف كاش واحد رايح قاعد وشايش ندور هاك ندور هاك انت واحد باين رايح الجلفة خزرني هاك. ما تقول ليش رايح الجلفة، قلت له رايح الامريكان انا رايح الجلفة. قال لي ها حقتي نص فوق هنا. قلت له يا محمد ما عليه الجلفة هاي قهنا قنية واربع سكتات رانا في جلف ديجا راني رايح نطلع على واحد وراك رايح معايا تدخل شريك في لاجر وطيط طيط ما كنخلص والو. قلت وراني داخلك معايا شريك في لاجر. قال لي يا ودي ها ما قلتش لدارنا وما جبتش قاشي ويا قلت له رايحين البحر هنا رايحين الجلفة نطلع على واحد ونجو. قال لي ها دارنا وانايا العام الجاي شاتي ندخل للتكوين. قلت له رايحين ندخلوا لجهنم احنا ايه جلفة برك جلفة 40 كيلو تشفلها هذه اللي رانا تابعين ليها. قال لي يا ودي ودبر راسك مش قول خلاص حسيت ودبر راسك تاع اي انا حرقوجي بربي زينا انت بروحي رايحين لجلفة بشامبري لا ولي نشعلو شمري قسم ننفخو ونطلعو ولا تقول في كيش كاميو. قلت له احنا نكبو على ربي وان شاء الله يفتح علينا ربي في جلفة ونخدمو نديرو دار تم. انا قلت له ما نزيدش نجي كاع. المهم حوتنا على الطاكسيات صحيت المعلم راك شاي شوية. لا لا المهم قلت لك لحقنا
الطاكسيات ما كانش. يجي واحد السيد يقولوا له الصحراوي الله يذكره على خير، طاكسي يردك. صحراوي كان كلوندي تاع عنده ساسونكات بيضاء بيرلين، مع من يخدم؟ يخدم قام مع جماعه الشراب وزط. عارف فيلاج صغير، فيلاج صغير تمشي مع واحد سكارجي باين على فعل عيب. المهم اجزاء قارة الصحراوي هذاك بالطاكسي، نعرفه انا الصحراوي، نعرف جماعة اللي طالعين معاه الزوج اشهر من نار على عالم ذم. المهم قارة الصحراوي يقول باين تاع واحد واقف في لاري رايح للجلسة. هبط هو قال لي كيما قال لي فتحي يا راهي الجلفة لسا راح نقولوا ويطير فيا صار لا لا صايم هنا نقعد شاتي نروحوا الوسرة صح جلفة وين ثم شبيك قول لي الصحراوي ايه قلت له الصحراوي راه وشبيك روحوش قال لي خالك راه يريح وقد وراه. يا ودي قلت له شوف يا محمد روحوا معاه العب همية وخطاتك. قلت له معاهم. يا ودي قلت له نورمال احنا نروحوا معاه. قلت له شوف زيد بزيادة يا خي راهم يروحوا صاحيين. احنا نروحوا معاهم صاحيين. قعدوا دايخين ما يورينيش وين ندفن بويا انا نعرف ما منشي. قال لي راه يعرضنا. قلت له يعرضني. انتوا رايحين للجلفة ولا رايحين للجراج؟ قال لي انت تضمن؟ قلت له ضامن ربي. المهم طلع نفس الصنقاد هذيك ديما راه بينها ويقرا في الحيلة سيد لاحني في الوسط. ما سيد اللي طالع اللور. افتح الابدية طلع ودار هاك. قال لي اطلع. طلعت انا من الوسط. ديما راينا بدينا نحكوا شوية راك عارف كي تجي خارج من دار الشيوخ تمشي شوية واحد 7 كيلو تلقى واحد الفيراج هاك. بعد حدرة. 7 كيلو اكثر واحد 8 كيلو. المهم ديما راه بينا ساسون كات بيال عقبال فيتاسات بريمير دوزيام تروازيام هو يعود في الفيراج جيست وهي طيح ساقطة روح رقدت تحت كراعو يزير بينا لا دروات راك عارف هو ومنها حبس الدين وصد ليا حقوت لك. قلت له واش قلت لي راه ترقد قال لي قلت لك ما نروحوش من الصحراوي. بدا يفتح في الباب قلت له وراك رايح قال لي يلا نرجعوا شني قال لي يلا نسكيفو نرجعوا هذا نسكيفي 10 كيلو فات ارجع قلت له لاري الكاروتير هنا والله لاري تاع الترا ترجع ماشيه هي قال لي نورمال خير من نقعدوا معاه. يا ودي قلت له يا ودي اسكت علينا شباب درك ناخذ من الكاروتوره. المهم خطفت واحد الكلاب كان ثم رحت مع الصحراوي وفتح الكابو عضينا الكونداساتور بوجو حق بسلك الديباني روك عضينا الكونداساتور ناضت جيت معنا قلت له هاي ناض قال لي اطلع اطلع. المهم ثاني ما هوش داير لمان ديما رات الكاروسة ذيك مشي بيان موسيقى حالية احنا نعودوا في الدخلة تاع جلفة خزرني الصحراوي كيما هاك في التروفيزور قال لي فتحي يا اخي ترجعوا قلت له لا نرجعوش احنا نعدم بيته ايه نروحوا للسبيطار وقيل نقعدوا معاه ولا نروحوا للوسره نرجعوش كاع خلاص دار شوخ بلافيه. المهم قمت الصحراء وقلت له بلاك نرجع ولا ما بلاكش روح ترجي وروح. المهم هبطنا لصاق لي هاك قال لي وكيفاه انت وتقول له نرجعوا ويقعد يستنى فينا وحق راهم يرجعوا ها وش. قلت له يا ودي راني قاعد نحكي معاك المرجع رانا نروحوا مع بعضنا. اي دهمينا المرشي قضيان شويه فاكهه كذا. المهم شويه فاكهه شويه ديسير وطعنا الخالي في السبيطار سلام ما كذا نخلوك الراحة ما راح معاك بلا راك لاباس راك بيان راك عطر راهم بداو يزرقوا عينيك راك ريحت راك الله يبارك راك خير من اللي فات ما هيش عيطتها ما هيش كذا خلي ليه
المهم ماهيش عيطتها ماهيش كذا منا من هي كذا، وجينا دايرين. يا خالي تبقى على خير تبقى على خير، وجينا دايرين احنا نشوف الهبطه. طلعنا في الحضاري هبطنا البلاد، جينا رايحين لاري. وين لاري؟ تاع دار شنو. المهم نمشو قعدتنا واحد 100 متر على لاري، شوف السيد سكت ورانا نحكو كذا، برد الحال، لا لا سخانه، نلقاو ما نلقاوش كذا. ومن بعد طب قضى الصوت، كعرف نتلفت ليه نلقاه يدعي يا ربي ما نلقاوش الصحراوي، يا ربي يا ربي راح، يا ربي وعدوا راحوا وراهم تما وما يزيدوا يشرعوا لينا وحنا ما نروحوش معاهم، وكذا يدعي. زرته وقلت له يا محمد اش بيك؟ قال لي هبه ما نلقاوهش. قلت له خلاص. المهم نديمارو ديمارينا، كاينه الدوره من بعد تم جيت تخرج في داري. الدوره اللي ندورو نلقى واحد ساسون كات، ساسون كات تاكسي طالع فيها اخوه هذاك خوه الكبير. المهم طالع القدام، طالع واحد دور نعرفو وواحد زوج عسكر طالعين في لاريير كاع، زعما الكوسينات تاع الوسط سارقين. المهم فتح الباب خو السيد خزرني يعرفني، قال لي فاتي دار شيوخ. قلت له ايه. ما صدق صاحبي، صاحبي قسمع دار الشيوخ. قلت له ايه، ويخطفني من الكتف لي شويت عليها من ايه، لقيت روحي طالع خطفني ها ويعود يجي الصحراوي ويروح معاه. المهم الحق خطفني بحاني هاك، طلع وسكر الباب. ف قالوا القانا على شيفورك والله سوقك شو واحد وروح. المهم شيفور انا ما شفناهش قاعدين، كي طلعنا طلع الشيفور خبط الباب كيما هاك، لقاه واحد العسكر اللور طاحوا له دي زاجيروا. قال له يا اخو معليش تجوزنا شويه لاباز. هذا لا حق اسامة قبل والدور الريح عليك بالطاقة. قلت له راك، قال لي شايفه. لا لا قلت له هذا راه يشم مش يشم. قلت له راك معايا. قال لي وش؟ قلت له خابط. قلت له هذاك الصحراوي الاخر الناس دايخه وهو صاحي، هذا رانا احنا صاحيين وهو دايخ. المهم ويدي ماري بينا ديك ساسانكات بروميير دوزيام ويحكم الرقراق. المهم احنا نخرجوا من الجلبه وظلام تلعيه ويحكم بينا لاقعوش او اتخوه يعلل هذا ودي يلعب ناوي لا راه ما على امك من الجلبه شفت شلاتك بلع امك انا ذاني يسيني علينا واحد من الميلع تحوس نقلب قسامك ويدور لي يا وجاي سيمي 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 فيه 60 ضو هذا هو يسيني علي كمان سيني على لو سيمي. قال له راك واقيلا تحوس نقلبك ويجي راي عليه يا وتخطانا ذاك سيمي هاك الرفد الرواد السيمي رانكو قدال هاك قلبنا هاك البوانتير تاع مول السيمي شفتها هنا 45 هاك. المهم راك عارف يمشي بينا في لاكوش حكمة ربي تجي تهزنا هاك من الكاروسة وتعاود تردنا. ودر قلت له مويلة حديك وعدنا قاع دايرين ونسخسوا المويلح في الداخل وقدام ما باتش تخرج المويلح ليك وكل قضى الماء خرجنا فيه سليم بوت عادة يا وتونس قعدتنا عليها 40 كيلو ما جات المويلح. المهم راك عارف خلاص كي قطعنا للياس وكل بنت لنا المويلح طالع على البدر وناضت في الكرزة طالع المويلح عالية واحد يشفع المويلح لومبا الاولى في الميلاح يلقاو العسكر ذوك يا حبسني حبس وحبسني هنا ولا وهراني رفقع صدق. قال له عقل تلقى سامي عقبني لاباز ايه تو انتي ما شريتش دخاني وش بيك انتي راح العنبة عادي سكيفيلو. المهم راك عارف ما صدقت انا يا حبسنا في الميلاح بس في الميلاح فتحت انا الباب تحيته قلت واه بطا بطا هبط صاحبي عادي كاع. المهم ما يلقاش الصحراوي هو يروح في كرويلا يروح. المهم راك عارف فتحت الباب هبط صاحبي جيت هابط انا لقاني طاكسي قال لي راه تطلع غاكو سنه واحده قام تهبط شي وقلت له هابط نسروح اش بيك انت؟ قلت له ضيق في القلوب انا نفتح لهم يهبطوا مع بعضهم يا وجات من الجنة والناس العسكر ذوك كي رفعنا الكوسينات هبطوا مع بعضهم تقول كار ويوادعوا.
المهم عطيته 10,000 هذيك تاع زوج بلايص، قلت له الحفناوي ها عشرتك ملاقات الخير. خبرني سيد قال لي ماما اطلع اطلع، قلت له ماما غروح اروح بعد. قلت قال لي ماما النور ما هذا، قلت له عذرين راه متربع لك فوق كابو راك تشوفي ولا قلت قعدنا في الكابو هاك عن دورو. المهم راك عارف طلقت راحوا وطار فيا محمد. قال لي علاه تهبط فينا انت يا درك نقعدوا نباتوا احنا في المويلة والصيف وحق راه يبرد الحال هنا في المويلة، ولا اللي ناعي مع مير كاع ويبرد الحال وتطلع الرطوبة والمويلة تولي فيه رياح شمالية شرقية. يا سيدي ولا لي الاخر هذاك الصفاق هذاك تاع التلفزيون الميتوم ها، والمولع راه تولي فيه رياح الى شماليه شرقيه قليلة الزراب ها، تقعد فيه انت بصيف ها، نسبه رطوبه عاليه نوعا ما ها، تقول ايه ممنوع صيد وكذا ومنها في القنطره. قلت شوف نعيم عمير يا الله الجدار مياه راح يحبس لنا طاكسي نروح معها وبركه ما تمص عليا في القرص. قال لي وكذا منا وكيف تلقى لنا ايش، قلت له انت واش راح لك في المطوع يطلع طاجي من الاسكليات، احنا نلقاو جدارمي يدينا وخلاص. المهم لحقنا ما لقينا جدارمي رقود. قال لي هاهم جدارمي وكذا شو اروح عذرين ما يشخصيك اجتماع انت الى تاع باك كيف تجيب لي تجيب الباك تقرا والله تريح معه حاسين حاجه. المهم راك عارف حبست واحد الحضاري، حبست الحضاري هذاك كاينين حضاري من دار الشيوخ ساعه يروحوا في الليل، انا قلت كاش واحد منهم 65 صفراء حبست وحبسي. قلت له المعلم تدينا دار الشيوخ؟ قال لي ايه نديك. قلت له شحال؟ قال لي 40,000. يا قلت له دار الشيوخ مش الوهر انا هذا اش بيك انت؟ قال لي علاش شحال ما فيني يدوك؟ يا ودي يدو فينا ب 2500 بصح روح نعطوك 3000 هيا مشي نعال. المهم انا لسه نهضر مع الحضاري هذاك نتقاري واحد ستانكات بيضاء دبر راسك تقاري ستانكات بيضاء ويروح صاحبي يقتل. راك عارف كي تفتح الباب يخرج ذراع هاك تاع دخان بوقة تمزق اللي أغل بالمقرم تمزق. المهم راك عارف طلع طول ما هوش شغل ظلمة وكذا، فتح طول الباب. أنا لسه أنا هضر مع السيد قال له دار شيوخ؟ قال له إيه. صد لي اجري اجري أو أنا راك عارف غزرت لا أعرفه جاي ونضحك قال لي وش شال قلت لك الرزع يلا قلت روح. المهم أنا عارف وقعد نضحك ما قدرت قلت له اطلع اطلع هاني جاي. طلع السيد وشد البلاصة زين قال لي أروح ما شافش قاع طلع وقعد حالي الباب هناك طلعت مسميه خبطنا الباب وديما راه الصحراوي راك عارف ديما راه الصحراوي قاي شوية مشي شوية انت تطلع القرعة كيما يا قرعة فيها ذراع حجم عائلي يا كنت هنا يا محمد السيد لي يشرب خزرت هيك وليت مني للسيد محمد عطاها هاك في الامان. المهم سيد شرب 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 من بعد مد القرعة للسيد رفع لودو قال له عقب دومين عقب انا نتكيف. قام يقول له يتكيف ويصد لي السيد اللي طالع القدام يعطي له واحد القارو وشادو هاك زاوية قايمة هاك قال له نشم وقالي افضل. المهم دي مرات بين الشروس هذيك وانا يا قن نضحك من بعد صد ليا قال لي قداه كاين كيلو من المويل حدار شوف نساها 17 قلت له كاينه 60 و10 بست لاباس. المهم كاينه دار شوف ويعوز عليه كاينه والله مش ايش كون قلت له 1000 يقول لي نورمال. المهم بدينا نمشوا نعقبوا على داري صد ليا قول لي ما كانش تريسيتي في دار شيوخ قول له علاه حاجة هو طافضة. المهم ما جينا نطلع على ذيك دار الشيوخ
النهار اللي شفناها ناضي سميرفي وي هي ويلاها لحقنا. المهم لحقنا الدخلة الأولى البوطة الأولى قالوا تحبس لي هنا تبقى لنا زوج كيلو على الدار. قلت له محمد شبيك؟ قال لي نحبسه هنا شاتي نمشي. المهم بالسيف بالجاه والمكباع قلت له يا ودي اصبر شوية. قدمنا صحراوي احنا هبطنا يفتح الباب هبطنا و اقرأ عليا ما لم تسمع في حياتك. وبعد قال لي شوف شريعه النبي تحدك. نهار واحد اخر توعدني في القهوه انت قال ثم روش معك. هذه تعيا الله ونطفى ونجو انساها.